اللهم إني تجردت من حولي وقوتي ولجأت إلى حولك وقوتك، لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي. اللهم اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك أواها منيبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. كيفكم حبيباتي؟ طمنوني عنكم يا ربي، دائما تكونوا بخير وصحة وعافية وسلامة وأمان ورضا ورضوان من الله عز وجل. ويا رب اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويا رب اجعلنا من عبادك الصالحين الذين تتولاهم سبحانك وأنت تتولى الصالحين. ويا رب أعطي كل من طلب مننا الدعاء في هذه القناة وكل من يسمعنا الآن وكل من يؤمن على دعائنا، يا رب أعطيه سؤله وأكثر مما يرجوه منك يا رب العالمين في الدنيا والآخرة، عاجلا غير آجل، واجعل لهم دعوة لا ترد كفلق الصبح يا رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك وأنعم على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الفيديو أخواتي الحبيبات، أربع علامات إن وجدت بك فاعلمي أنك قد أصبتي بالحسد، ويجب أن تعالجي نفسك. علاج الحسد أخواتي بإذن الله، إن كنت على يقين ربي سبحانه وتعالى بيشفيك وبيعافيك وبيرفع عنك هذا البلاء. لكن ما هي هذه العلامات التي تدل على أننا قد أصبنا بالحسد؟ انتبهي على الرابعة وهي الأهم. ما نبدأ بالعلامات بدي لك على شغلي. أنت عم بتقولي عن نفسك أني أنا ما عندي شيء أحسد عليه، لا عندي بيت كبير، بيتي صغير، لا في عندي هالجمال الزايد، لا عندي لا عندي ما عندي ما عندي. هذا الجحود اللي نحن والعياذ بالله نعاني منه كثيرا. اعلمي أن الحاسد يحسدك على الابتسامة، والله يحسدك على الحركة، وهذه كلها نعمة من نعم الله. وعدم حمدك لله هي سبب غفلتك عن هذه النعم، أن أنت مو حاسة. هذه الغفلة هي التي تصيبنا بالعين. غفلة عن إيه؟ غفلة عن أذكارك في الصباح والمساء، غفلة عن رقية ترقين به نفسك كل يوم وبيتك وأولادك، غفلة عن صلاتك بوقتها، غفلة عن ذكر الله فتصابين بالحسد. شو هي العلامات اللي لنا؟ أول علامة تدل على أنك قد أصبتي بالحسد الانغلاق والانعزال عن الناس. بتميلي على أنك تهدي لحالك، ما تطلعي من بيتك، ما تحكي مع أحد، تهدي بغرفتك لحالك، تصابي بالاكتئاب، تصابين بالإحباط، اكتئاب، حزن من دون سبب. ما بدك تعدي مع أحد، ما بدك تخالطي أحد، حتى أولادك، حتى أهلك، حتى زوجك، تحبي تعدي لحالك وتحبي تعدي مع أحد. إذا كنت عندك هالعلامة فاعلمي أنك مصابة بالحسد. ثاني علامة من علامات الإصابة بالحسد أخواتي الحبيبات، الصداع المفاجئ أو صداع من دون سبب. مهما أخذتي مسكنات، مهما أخذتي أدوية، ما في فايدة، لازم يجي هالصداع، لازم صداع 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 بيخليك معطلة فعلا غير الوجع. أحيانا مرة في الأسبوع بيجيك الصداع بس لازم يجي. اعلمي أنك مصابة بالحسد ويجب أن تعالجي نفسك. ثالث علامة من علامات الإصابة بالحسد، الأحلام المزعجة والكوابيس. أنا بشوف كتير كوابيس، شوف شغلات مفزعة مخيفة، ثعابين، عقارب، حيايا والعياذ بالله، أجلكم الله، يعني شيء مخيف. أنا بشوف المنام مش عم يلحقني، مش عم يكون وراي. اعلمي أنك مصابة بالحسد ويجب أن تعالجي نفسك. رابع علامة وهي الأهم، انتبهي عليها كتير، أنك بتكوني هامة بأمر،
حابة تعملي شي يفيدك وينفعك، بتلاقي ملك قدراني، شي مكبلك، شي قاعد على قلبك، شي معبطك ما قادر تتحركي. بدك تاخدي علم تزيدي من علمك، مالك قادرة. بدك تسافري سفرة، بتحسي مالك قادرة، مالك نفس، أمور كلها معسرة، حياتك واقفة، مهما جيتي تتقدمي حدا بيوقفك. أحيانا ما في حدا بيوقفك إلا نفسك، يعني أنت مالك قادرة، مالك قادرة تسوي شيء. بيتك فوق بعضه، أغراضك فوق بعضها، أولادك مهملين، حياتك، دراستك، ما عرفي تمسك الكتاب تدرسي، ما عرفي تقرأي شيء. هذا حسد، علمي أنها أكبر علامة من علامات الحسد. طيب أنتي خوفتينا، يعني هيك خليتينا بالنص، شو نعمل؟ صبتي بالحسد حبيبتي، عليكي بالعلاج بالقرآن، حفاظ على صلواتك في وقتها، أذكارك، ارقي نفسك، ارقي نفسك. أنتي أنتي مؤمنة بالله، أنتي موقنة بآيات الله، رقى كثير علمتك ياها في القناة، والله سبحانه وتعالى شفاني بها وعلمتكم على شغلات كتير طبقتها. يكفيكي كاسة مي، تعبيها مي وتقرأي عليها 7 مرات سورة الفاتحة وتنفثين عليها واشربيها والتزمي فيها، الله سبحانه وتعالى بيشفيكي من الحسد. يقين بالله، إيمان بالله، مداومة على أذكارك وصلواتك في وقتها، حفاظك عليها، الله سبحانه وتعالى يشفيكي من الحسد. طبعا في طرق كثيرة للعلاج من الحسد، لكن أعطيتك باختصار مشان وقت الفيديو، وبنفس الوقت كمان ما توقفي بالنص تقولي شو أعمل، إن شاء الله حنتكلم عنها بالتفصيل ونعرف كيف نعالج أنفسنا من الحسد بإذن الله تعالى. ويا رب اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ودمتم أخواتي في رعاية الله وحفظه. لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع من تحبون، عسى الله أن يجعل لكم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ويرزقكم من حيث لا تحتسبون، ويعطيكم حتى يرضيكم، ويجبركم جبرا تعجب له أهل السماوات والأرض يا رب العالمين. أحبكم في الله أخواتي، وأتمنى لكم الخير دائما. لا تنسوني من دعائكم، وأنتم دائما في دعائي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.